يعني بشكرك أستاذ سعيد عبده جدا على هذه الاستجابة. أهم كتاب عندكم في دار المعارف إيه يا أستاذ سعيد اللي في المعرض؟ والله عندنا حاجات كتير. انا دار المعارف نازله معرض الكتاب ب 150 كتاب جديد في الدبلوماسيه الثقافيه للدكتوره جيهان زكي. في عندنا مؤلفات طه حسين عاملين المجموعه الكامله. الله، على فكره مدي كمان طابعه خاصه لهيئه اصول الثقافه عشان محبي طه حسين المجموعة الكاملة يقدروا. لطه حسين دي مهمة، ايوه فندم. دي مهمة قوي في أي مكتبة عندنا يعني. وفي اصول الثقافه عاملين سعر خاص يا فندم. أسعار في إيه؟ الكتاب يعني أنا لو تقريبا عايز أنزل ب 10 جنيه. أشتري ده أسعار إيه بقى؟ أخبارها إيه؟ من اصول الثقافه لن تزيد المجموعه كلها عن 50 جنيه. ياه، المجموعة كلها من أصول الثقافة. عندنا عندي الطبعه اللي هي الطبعه الفاخره موجوده. وفي اي فندم اي ده رقم. طب ولو والطبعه بقى الفاخره بكام؟ الطبعه الفاخره بتبقى يعني الكتاب اغلى بكتير. يعني في عندي كتاب ب 50 جنيه وفي كتاب ب 60 جنيه لانها طبعه هارد كفر ويعني نوع الورق مختلف. انما طبعه اصول الثقافه دي لفتره معينه لتغطيه احتياجات طبقات كتيره قوي في مصر راغبه ولكن ليس لديها القدره انها تشتري بالمبالغ الكبيره. وانا ادعو عندنا الناس كلها انها تشتري الطبعه العاديه، ليه تشتري الطبعه الفاخره؟ يعني انت عايز لا تقرا مش عايز يعني حاجه تانية. فتعتقد احنا كدورنا كمؤسسه صحفيه قوميه انه بنقدم الاثنين مع بعض. اللي في طبعا ده طبعا في ده طبعا في عندنا مجله الكتاب على فكره نازله دي كانت بتصدر عن دار المعارف سنه 1945. في مجله الزهور ايوه معايا سامعاك يا فندم، سامعاك. مجلة الزهور دي بتصدر لأول مرة كانت بتصدر عن دار المعارف سنة 1910. نعم. وعامل لها المقدمة الدكتور صابر عرب. عندنا مجموعة من الكنوز في تاريخ دار المعارف الممتد عبر الزمن. يعني الحقيقة بنحاول نقدم الجديد مع القديم. نعم. مع الرقمي كمان احنا عندنا 8500 عنوان رقمي على المنصات الرقمية بتتاح للقارئ أينما كان يعني. عايزين بقى نعملها بودكاست كمان يا فندم. استاذ احنا سعيد. جاهزين وبنواكب التطور ومع حضرتك. يعني لو اتيحت فرصه انا هبعت لحضرتك مجموعه كبيره من هذه الاصدارات ارجوك، عشان انا تقري هذه الهديه لا ارفضها. كتب ايه؟ كتب ده بيبقى رائع رائع ده شرف بالنسبه لي. فيه ده استاذ اشكرك اشكرك كتب من عندك. اشكرك استاذ سعيد عبده، بشكرك شكرا جزيلا استاذ سعيد عبده على يعني استجابتك لهذه المبادره، رئيس مجلس اداره دار المعارف للنشر.